محاولات لاندفاعات هذه الأسماء، فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى في هذه اللحظات وبهذه الطريقة وبالشعارات المختلفة في هذه اللحظة. الخيل الرابحة من صفر إلى فوزين، عمر 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1400 متر. هنا البداية تأتي لمتاخم في المرتبة الأولى، والتقدم هناك من الداخل أيضا لأسد، محاولات أيضا لأسد للتقدم بكل قوة، المطاردة لروزوز ريتيرن في المرتبة الثالثة في هذه اللحظات. وهناك أيضا أشاهد جوزل للتقدم في هذه اللحظة. هنا أيضا أشاهد من الخارج الآن المحاولات ل13 تاج نيوم للتقدم إلى المرتبة تقريبا الخامسة. هناك أيضا من تارجت محاولة أيضا للتقدم للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، فيما الاستحثاث الذي يأتي لرقم 1 أسد، وكذلك الخيالية تريسي للتقدم بكل قوة، الدخول القوي الذي يأتي لمتاخم من الخارج الآن، وكذلك 13 تاج نيوم يتقدم بكل قوة من الخارج الآن. تاج نيوم المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، تاج نيوم يتقدم مع أليكسيس مورينو إلى المرتبة الأولى، ما شاء الله تبارك الله بكل قوة في هذه اللحظات، متقدما على الجميع بشعاره المعروف لأبناء في حان بن فيصل المنديل، يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. تاج نيوم مع أليكسيس مورينو يوسع الفارق، يتقدم يوسع الفارق بخطوات ثابتة ما شاء الله تبارك الله على خط النهاية إلى المرتبة الأولى، ليصادق على ترشيحات الزميل سعود الغيري ويكسب الانتصار الثالث له في سجل تاج نيوم يا ابناء في حان بن فيصل المنديل. تدريبات نايف المنديل والقيادة لأليكسيس مورينو، مستوى مميز من المنعطف.